استكمالاً للقاءات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حل الطائي ضيفاً على الباطن في ملعبه بحفر الباطن. الحواتم حققوا ما جاءوا لأجله مبكراً حين سجلوا هدف السبق. بفارس الشمال ويتقدم الكفة تميل نحو فارس الشمال، وهدف ثان يهز الشباك السماوية. الله، عزف لفارس الشمال يعزف أجمل الألحان بعزف جماعي ولا أحلى. مبنزا في نهاية المطاف قد نجح في وضع الكرة. غلبة وسيطرة واضحة لكتيبة رادوي أرهقت كثيرا دفاعات الباطن. والفار يستدعي حكم اللقاء محمد الهويش، ونجم اللقاء أمير سعيود يتحصل على ضربة جزاء، والقائد موسونا يتكفل بالهدف الثالث. أول محاولة في الشوط الأول لأصحاب الأرض جاءت في آخر الدقيقة، الذي انتهى بتقليص الباطن للنتيجة بتسجيلهم الهدف الأول. الآن رينزو لوبيز قد نجح النجم الأوروغواياني من تقليص الفارق ومن تسجيل أول أهداف فريق الباطن في هذه المباراة. رينزو لوبيز يأتي الآن ويقلص الفارق في الوقت البدل الضايع من عمر شوط المباراة الأول. الشوط الثاني ينطلق بتهديدات مباشرة من لاعبي الباطن بعد أن استشعروا خطورة الموقف، وهدف ثاني يحضر من يوسف مزريب يقلص الفارق لهدف واحد. انتفاضة أبناء الحفر جاءت متأخرة، ولكنها شكلت خطورة حقيقية على مرمى فيكتور براغا. في المقابل موسونا يهدر فرصة سانحة جددت الأمل لأصحاب الأرض في الوصول لهدف التعادل، وهو ما حدث بالفعل بعد أن نجحت فرقة لوغاروزيتش بتعديل النتيجة. دقيقة أخيرة كاد الباطن أن يخطف فيها هدف الفوز، ولكن القائم وقفاز براغا وقفا في وجه رأسية لوبيز، والنقاط الثلاث تتجه لحايل بعد أن تلاعب سعيود بالفرقة السماوية على طريقة مارادونا وسجل هدفا رابعا. ولكن المباراة انقلبت رأسا على عقب بعد أن ألغى الحكم هدف الطائي الرابع، واحتسب ركلة جزاء لفريق الباطن في الدقيقة الأخيرة، لتنطلق الأفراح السماوية في المدرجات قبل تنفيذ ضربة الجزاء. نقاط ثلاث وصلت بالباطن للنقطة 18 في صراعه مع الهروب من شبح الهبوط قبل أن يلاقي الفيحاء في الجولة 27، والتي سيلاقي فيها الطائي فريق النصر وهو يملك 34 نقطة في المركز السابع.